لسه عم شوفك تحكي لنا عن الكوليكشن الجديد اللي بتقدمها شتاء خريف 2009 2010. هذا العرض مستوحى من المرأة تبع نيويورك، انه كيف بتعيش، انه لان بنيويورك كثير بحبوا فساتين الكوكتيل القصار، وهذا الكوليكشن من اكثر شيء فيه هو الفساتين القصار تبع الكوكتيل، وعلى ومركز كانت على الكاركتر تبع المرأة البارزية. من هيك بتشوف هالمرأة الموجودة بالكوليكشن مرأة كتير قوية، يعني قوتها واضحة، كيف صوتتها على البوديوم، قوة شخصيتها. وحاولت كتير انه اقدم اشياء هين لبسها، انه حابب انه يصير في عندي قطع انه تقدر تلبسهم بالنهار. من هيك اذا انتبهت بنطلونات، جاكيتات، الفساتين القصيرة الموجودة فيك تلبسها بأي وقت من النهار. كيف يمكن إرضاء عدد كبير أو مختلف من فئات المجتمع، طبعا من النساء كممثلات، سيدات أعمال وأميرات في آن واحد أو على فستان واحد؟ لأن شو ما كانت المرأة يعني شو ما كان، شو كانت ما كانت بتعمل، شو ما كانت جنسيتها، شو ما كانت، بالآخر هي مرأة وبتحب إنه تظهر أنوثتها. يعني ما بدك اثنين يختلفوا عليها، الستات شو بحبوا. طب كيف يمكن الوصول إلى الجيت سيت أو البيبول الفي آي بي؟ أنا بقول الوصول ما له هوية ولا له جنسية، المهم إنك تكون عم تقدم شيء يعجب، وبعدين الوصول بصير كتير هين. إذا عم تقدم مادة الناس حبتها ما بتقعد تفكر لا بجنسيتها ولا بمصدرها، ولا إنه بصيروا يفكروا بالشيء اللي عم تقدم لهم إياه. إلي صعب بتعد نفسك من المشاهير في عالم الأزياء على الأقل بدون تواضع؟ لا، مش موضوع تواضع، إنه أنا بحس أي إنسان في يكون نجم باللي عم بيعمله إذا عم بيعمله مزبوط. إنه ما يعني ما بعرف، كلمة نجم إلها كتير تفسيرات، بس يعني فيني أقول لك بكل تواضع إنه مميز بالشيء اللي عم بعمله. بس موضوع نجم ما نجم إنه بصير بدأ جوابات كتير أطول. دائما بنقول النجاح صعب بس المحافظة عليه أصعب، شو رأيك إلي صعب؟ صدقني كل خطوة بتعملها وبتكون ناجحة بتلاقي وراها بدها كتير، إنه لأن بحس إنك تقدم لقدام كتير، اعتبر كتير كتير هينة، ما كتير صعب، بس إنك تحافظ على الله عطاك كمان أصعب. شو فيك تحكي لنا عن فستان أنجلينا جولي في الأوسكارز مؤخرا؟ نحن ولا مرة سعينا إنه نوصل لحدا، يعني هي الكوليكسيونات اللي بنقدمها هي اللي بتخلي يجي الستايلست تبع أي فنانة ما أي نجمة سينمائية يجي ويشوف شو عنا ويعجبه ونطور، يما نعمل شيء سبيسيال لألون. يعني أنا ما بآمن بالشخص يلي بدق أبواب، يعني لازم، قلت لك مثل ما قلت لك قبل، إنه لازم يشتغل شيء مزبوط وشيء يحبوه الناس وبعدين كله بيجي لوحده. هلا فستان أنجلينا جولي هي طلبت يعني سور ميزور انعمل ولا؟ سور ميزور ايه، وانعمل لها الفستان. يعني نحن بعتنا لها كذا موديل ونقت منهم هذا الموديل وما فهمت منه ايه، بس لان هي بالنسبه لأنجلينا جولي كانت يعني حابه تغير الستيل تبعها، يعني بتحس هلا حابة تكون أكتر فيمينين، يعني حابة أكتر تبين التفاصيل، حابة ديكولتي شوي، حابة إنه حب يعني عم تشتغل على صورة جديدة لها. من يخدم الآخر وبصراحة، أنت ولا المشاهير؟ كل الناس محتاجة لبعضها، إنه ما يعني مصمم الأزياء بده حدا يلبسه، إنه حدا يحط عليه التياب اللي عم بيعملون، والفنان بده، يعني كل الناس انا بقول بدها من بعض، يعني ما في حدا فيكون لوحده. مين اللي صعب، مين بتحلم تلبس، حدا حابب تلبسه ولا هلا ما لبسته؟
بتصدق انه انا ما بفكر بهالموضوع. اللي بفكر فيه اكثر انه واللي بحبه كثير انه الناس يلي بتجي لعندي حابه تلبس من اغراضي. هيدا الشيء بخليني اشتغل احسن، بخليني اتقدم اكثر. هالاحساس بالذات بخليني اشتغل على حالي ويطلع مني اشياء اكثر.